هلا والله بالغاليين، الحين جاي انا معرض الرياض للسيارات ومشاركين مركز 4x4 مع ابو عبد الله، عارفين عاصم ما يحتاج. عبد السلامة حبيب قلبي والله الله يسلمك. وش نسوي؟ الى الحين ما رجعت البيت ترى. يا حبيب قلبي ابو عبد الله، باختصار سريع ورنا وش اللي عندكم وش مشاركين فيه؟ هذا مصنع كيمي مشارك في الرياض. حلو. تعاون مع المركز عندنا احنا وكلام في السعودية. ايه. وهذه عاد العينات، وهذه طبعا انتم وكيل لهم بالسعوديه. الله نعم ما شاء الله تبارك الله. عندكم اغلب انواع حقت المساعدات صحيح؟ اي اغلب السيارات، الجموس، لاند كروزر، النيسان، الباتري، وكل شيء. حلو. طيب هذه عينات بعض السيارات. طيب تيجي تورينا وش الباقي؟ انا اوريك. طيب حبايبنا كيف؟ هلا والله بالشيخ، الله يحييك. اهلا وسهلا. هلا والله، هلا منور بهلا. عاد تبي اشرح لك انواع المساعدات؟ بعد اكتب النبذه بسيطه عشان ما نطول. مختصر زي هذا، هذا حجم الثلاثة انش الحين، زي الفورد الرابتر والجيمس والفورد الاف 150. هذا اللي يجي خلف يجي 3 انش، يجي باي باس. الباي باس يعني اللي فيها مواسير زي كذا. ما شاء الله تبارك الله، هذا كنه قذيفه. طبعا خل القذيفه، القذيفه شوف هذا هو خالد، تعرف ترفعه؟ هذا سواس على المعلوميه يا شباب. هذا حجمه 4 2 يشيلونه 4.5 انش. وش حقه هذا؟ وين يركب هذا؟ هذا يركب حق التروفيات وحق مواتر الراليات والسباقات. حق الراليات. ما شاء الله ما شاء الله. والوزن كيف بالله؟ اي ثقيل. بس عاد والله ثقيل. ابد ثقيل بازوكا. ما شاء الله تبارك الله. وهذه مقصات التوتال كوس، كلهم متعاونين مع كينج بحيث مشاركين عن طريق كينج، عن طريقنا في معرض الرياض. وهذا الباها كيتس من مقصات السود، كلهم شركتين امريكيات. وهذه مثلا مساله اللاند كروزر 2.5 انش، وهذا الخلفي، وهذه المقصات. طبعا انتم تركبون وتوفرون تركيب وصيانه وقطع غيار وكل شيء، اي شيء كله مره. الله الله ما شاء الله. وهذا اللي وراه الموتر، هذا موتر حق الكابتن محمد تويجري. ايه؟ شركه الرالي، وعليه كينج قدام، عليه مقصات توتال. ما شاء الله. ايه. طيب وش بعد؟ هذا الفريق صوره. ما شاء الله تبارك الله. وش بتورينا يا ابو عبد الله؟ اي عاد هذا الجهاز الجديد، تعال اوريك شيء. تعال تعال. هذا بيكون، هذا التقنيه الجديده تبع كينج، بيكون التحكم بقساوة المساعد الالكتروني. إيه؟ عن طريق شاشه زي كذا تثبت السياره. ما سمعت ابو عبد الله حق ايش؟ تحكم بالقساوة والليونه في السي... إيه؟ في الخزان، عن طريق الخزان. شوف كيف النظام هنا. ايوه. بيكون عن طريق شاشه تركبها في السياره زي كذا، او تحكم بيكون في الدركسو من هنا يكون اسهل، او ندخل في سالفه بعدين يكون نقدر نحط الابلكيشن في الجوال بحيث نتحكم بقساوة الليونه. بالله عدل قساوة الليونه خالد. يا عيني، يعني هذا الحين بتدخل. إيه؟ بالسياره. اضغط بيدك عشان تحس الفرق. شوف الحين هذا الين شيء، اضغط كانه مساعد وكاله، اضغط بيدك. إيه؟ اضغط. طيب الشاشة هذه تصير داخل بالسيارة؟ اي هلا هلا، حطها يا خالد اقوى شيء. ها الفرق كيف؟ هذا زي نظام الهيدروليك باللكسس. ايه؟ واللكسس. الله الله، بس طبعا مع تعليق احترافي زي كذا ومساعدات رياضية، يعتبر اختراع جبار جدا. طيب والاسعار تتراوح؟ متوسط اسعاره وتعتبر الكينج. ايه؟ الكينج متوسط اسعاره من 9-8000 وطالع. على حسب. ايه على حسب النوع. يعني زي ذاك مساعد 4.5 انش سعرها تكلم عن 25000 30000. أيوة تختلف السيارات. هذا الكبير 4.5 انش القديم. ما شاء الله تبارك الله. ايه فش اسمها بس هذه على قولتهم نبذة سريعة. اشوف حجم. انت ما قصرت ما شاء الله، دائما صرت في مركز كذا مرة. أه؟ عندهم فكرة وكل شيء. اي بحط لهم رابط. انا مصور لكم من قبل. الله الله. لهم من قبل بس. بس ودي اشوف صاحب المصنع حق. اي هذا مايك، تعال. مايك. هاي. سي هاي. هاو ار يو؟ شانل اليوتيوب نمارة 2500 اولموست 1 مليون فولورز. يا حول المليون، حول المليون. يعني 880000 قربنا ان شاء الله. على وجهك. قلت اسمك ذس بيج انجينير ان ذا اون مانجر ان ذا كينج. شكس قل له مبسوط. اهم شيء بس بالسعوديه. What do you think about Saudi Arabia? I love Saudi Arabia. I want to thank everybody here. This is welcome. Awesome. Welcome anytime. حبيبي قلبي. Thank you. بس باقي شيء تقول لنا ابو عبد الله؟ ابد هذه. طيب انتم موجودين الى نهايه المعرض؟ ايه ان شاء الله. طبعا عندهم شركه ثانيه مع طريق هذه الشركه ايكون اللي عنده الجنوط والشوكس. هاي فريد، هاو ار يو؟ جود هاو ار يو؟ هذا ماي فريند از هاف بيج شانل ان يوتيوب اولموست 1 مليون فولورز. واو اوسم. يا اي ام بيج ديلر فور ايكون شوكس اند ويلز ايفرثينج اي هاف ان ماي شوب. هذا اللي يجيبوا لكم. اي هلا هلا. عاد لهم بوث هناك قسم، بصور لكم اياها بعد شوي. هنا بعد مشاركين شركه مثل، تذكرون الجنوط اللي يجيبهم مركز 4x4 ابو عبد الله؟ هذول هم موجودات. ها اي هلا، تعال اوريك شيء. معنا شركه ميثود، احنا وكيله في السعوديه. هذه بعد التشكيله، صراحه كان في تشكيله ثانيه اكبر بس في بعض الشحنات ما وصلت. بعد هذه اللي عرضت اليوم ما شاء الله تبارك، هذه السياره مجهزه برا. بعضهم ترى حسب انه شيء موصل، حتى برايد يوم يقولون مركز 4x4 لا لا ما عندي شيء تجاري.
وعبد الله يوم يقول لهم 5800 واحد شوف كاتب التعليق يقول هذا مواصلي، قلت يا حبيبي اصلي ولو مواصله بعطيك اياه. انا قلت لاي شخص اي احد يقول مواصلي وقلت له ابو بندر اول جيب لي اثبت اي اثبات لو كلام بس انه مواصلي وابشر بطق ملك هديه وخذ عجبها ترفض فلوسك. هم تدري ليش هم مستغربون السعر رخيص؟ انا الصراحه حتى المصنع يقول لي ليش انت يا عاصم نزل اسعار؟ انا قلت له اول شيء انا قاعد اسوق منتج وناس تحبه وفكره جديده ومبلغ 3500 و4000 على الجنوط يعتبر مو هو بالشيء الرخيص جدا، فقاعد اسوق لك فكره ان ابي الناس تستفيد في نفس الوقت بالشيء الاصلي. ولا شيء تشكر عليه يا اخي شيء، فمو لازم اضرب بالسعر يا ابو بندر عشان والله الناس تقتنع انه اصلي. في ناس يقولون لا ب 3500 اكيد انه مو اصلي، استنتاجك غلط. شفت التجاري في مكان ما ب 3000 هذا شيء، بعدين هذا شيء تشكر عليه يا اخي. انت الحين الناس بعضهم يقول هذا غالي هذا يا اخي، قلت مكسب قليل مستمر ولا كثير منقطع، جايبين لك شيء باقل سعر. وفي النهايه انا الصراحه ابو بندر اقول شيء، علاقتي مع الزبائن علاقه وديه فيها معرفه وفيها صداقه وفيها ناس من عمر زبائني، فالشغله ما هي بالشغله استغلال. تعال بوريك شيء، شفت الجنوط هذه البيدلوك؟ دائما يسالون عن سالفه البيدلوك، ترى الجنوط اللي تجي شكل زي كذا مو بشرط ان الشفه تنفك، لكن هذه تعال صور من هنا، هذه هي الشفه اللي تنفك، هذه اللي تسمى بيدلوك، هذه اللي تدخل شفة الكفر من هنا ويعرض عليها الجنط بحيث انه ما ينفسخ، هذا هو اللي ما ينفسخ. بينما مو بمعنى مسامير زي كذا انه هذه اللي سالف الشكل اكثر منها اداء، هذه هي اللي فيها الاداء. لا هذا لا شك ان فيها يكون شفتها اكبر ولا تنفسخ بسهوله والجنط العرض وقياس وشف عرض الشفه من هنا، لكن البيد لوك اللي تربط المسامير هذه هي فعليا. شوفها هنا على الشفي مركبه الاحمر ما شاء الله تبارك الله، هذا شغل جرين اوت في الامارات، وكيل ميثود في الامارات. هذا الجنط نفسه، هذا البيدلوك الحين شوف الكفر عليه 315 كوبر زي اللي ركبتنا اول، الشفه هذه نفسها عرض الكفر، يعني مهما تنسم الكفر خمسه ما ينفسخ. هذه الميزه يعني الله 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 الله. وعليه كينج نفس اللي شرحنا لكم عنه 3 انش هذه، ومتوفر برضو للسلفرادو والسياره 2019. طيب الاسعار ابو عبد الله في نبذه، اعطينا اسعار الجنوط. إيه؟ الجنوط من 3005 هذول المثل، اي من 3300 زي هذاك اللي تحت في الزاويه، 3300 نزل سعره كان 3005 الى 4000 عاد تختلف على الشكل والمقاس، عفوا الى 5500 اللي هو البيدلوك هو الوحيد الغالي، الباقيات كلها ما تعدى 3900. ومقاسات 16 و17 اغلبها 17، 16 قليل ما تركب على كل سياره تحك، ف17 اكثر شيء، و18 برضه قليل على بعض اللي هو الوحيد السياره تقريبا اللي ما تركب عليه 17 بسرعه اللي الباتر جديد، لكن بيجي له شيء خاص باذن الله تعالى قريب. يعني ثلاث مقاسات متوفره. اي الله الله زين، يعطيك العافيه يا عليك يا حبيب قلبي. لا والله في قسم ايكون مشاركين مره، بس الشباب مشوا اللي تو صورتهم، بس خلنا نوريك قسمهم على السريع. منوره منوره هاي تعال هنا. طبعا الشباب راح تو اللي صورتهم قبل شوي لان خلنا تقريبا المعرض خلص. شفتهم قبل شوي ترى ايه. الشباب المعلوميه الساعه 10 متخندرين ومتريش انا ورفيجه ما اكلين هواء، فانا بغطي لكم كل شيء على السريع. ايه بس هذه فكره بسيطه، هذه الجنوط اللي عندي متوفره، انا اجيب منهم صراحه الجنوط مبدئيا، اول كنت اجيب منهم مساعدات ومقصات، لكن لما مساعداتهم جيده وممتازه، لكن لما يكون في شيء مثل كينج مثلا اشهر والسعر اقدر اجيب منهم ارخص بحيث اني ما ابيع السعر اغلى، فاكتفيت بالكينج كمساعدات من شركه امريكيه، لكن الجنوط عندي موجوده بالتشكيل اللي تحت واللي فوقها كلها موجودات عندي. وشواهد اللي يتابعوني يشوفون اشكالها على السيارات وعلى الجموس وعلى الجوب. الجنوط تقريبا زي مثل من 3500 بس ارخص من 3500 الى 3700 طقم كامل. طيب عبد الله بس نبذه صغيره، الميزه حقت الجنوط هذول الايكون والمثل كلها جنوط حقت برا حقت فروض بحيث انها تحمل وفيها عرض، لما يعطيك عرض يعني يعطيك رساوه، يعطيك مرونه في تعليق الخروج والدخول، صار لما يعطيك الكفر وزن يعطيك خروج ودخول مرونه كاداء رياضي لما تركبه مع مساعدات صح. العرض عرض الجنط يكون عرضه 8.5 انش، لا هو بالعريض ولا هو بالنحيف زي الوكاله، فيعطيك اداء مع الكفر حق البر زي الكوبر زي البيف جودريج. وفي النهايه اللي صراحه قبل هذه كلها اللي تخلي الناس تركبهم وانا اولهم قبل اي ميزه ثانيه له الشكل، بعد يخدمك مع السياره وانت رافعها يبلع الرفع ويعطيك شكل فخامه وجمال وانت شوف. هذا يخليك تركب برايد. اي أيوة والله يعني هذولي افضل من الاهل اي طبعا الهلال لو تنسمه 10 ولا 5 انكس انطعج هذا لا ترجف وجهك. الله الله. طبعا هذه الميثود اقوى من هذا الشيء، بس هذه فيها ميزه ان اخف وزن شوي، دائما الوزن مو بميزه. عندك البرايد اقواهم تحمل لانها خاصه للراليات. اي الله الله اقواهم في مقابل عشان تكون قويه وتكون تتحمل الضربات مهما بنشر الكفر، حتى تشوفهم يمشون عليه في الرالي بدون هواء منصلخ الكفر على اي الله الله، يقطعون عليه 60 و100 كيلو 200 كيلو على الكفر مصلوخ على الجنط ويتحمل. في مقابل هذا الشيء عشان يكون قوي زي كذا يصير وزنه ثقيل، بس الثقل مو هو بسلبيه. لما يجينا واحد والله راعي تطعيس وتنطير وكذا كذا خفه الوزن تهمه، لكن راعي الردميات والاستخدام العادي والطرد ومطامر والسيوف، كل ما زاد وزن الجنط كل ما صار افضل بحيث انه يسحب التعليق، هذا الموتر ما ينط
تعليق مع السياره اذا جيت في الردمية، وانت هذا الشيء شفته مع كفرات كذا انت مركب في الردمية، شلون الامتصاص ما تحس بالحصى والبطريق ما تحس به. فكل ما زاد الخفض الوزن كل ما صار يعني ينفع في الريس زي الجنط اللي عندي لينز والتايلنديه، في منها حقه ريس خفيفه مره فخفتها، لكن ما في تحمل في البر مثل هذه ابد، ما في مقارنه. لو تنسمه 15 وتضرب في طعس ولا في جرف ولا في حصات ولا بطانيه جروسيف انطعج على طول، ما ينكسر بحكم النص لكن يتعفط عندك. فهو لانه خاص للريس اوكي، موتر حلبه ما عاد عندي مشكله، انا احتاج الخف ادور الخف اي موتر، خصوصا موتر مخفف ولا موتر تطعي السباق رملي ولا شيء، لكن موتر استخدام عادي وبر ومطامر كل شيء، خفة الوزن ما هي بمطلب ابدا ولا هي بطموح، لا تعطيك لا في الاداء ولا في المرونه ولا في امتصاص ولا حتى في بلع حصى الكفرات هذه. وعد وعد عليها الاداء والاستخدام. لا بعد حي ابو عبد الله ما قصرت، الله يعطيك العافيه يا عبد راس، تعبناك زود ابدا، يكفي جيتك وانبسطنا معك يا عبد راس على الطبق من المطار. ما يحتاج لا تقصر مع متابعين، ما يحتاج لا قسم بالله، يجوني واجد والله مضرب بندر على قولتهم محلكم يا مساعدات ولايات. شوفوا 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 هذا ابو عبد الله، بالله عطنا نبذه سريعه هذا هذا اسمه، تعال اقرب اقرب عشان ازعج، هذا اسمه تروفي ترك غير البقيات. التروفي ترك الفرق الاساسي بينه وبين البقي يكون مكينته قدام، هذا مكينته الحين قدام مو بورا. ايه البقيات تشوفون كل مكانها ورا، يجي بقيات شكله زي كذا بس مكينته تبقى ورا، مو لازم بالشكل عادي حدايد وبس، لا هذا تروفي ترك. طبعا السعر غالي جدا، يعني لو قلنا بنجيب شيء سياحي خلينا نتكلم بها اللي موجود في المعرض ذا، سعره 350,000 دولار، يعني حول مليون، يعني مليون ونص، يعني حول المليون ونص، مليون تقريبا، مليون 300 تو حسبت، مليون 300. ف في ناس يحسبونه نص مليون، هذا لان اول شيء الغلط فيه. لو قلنا عن الاشياء الارخص منه الماكينه وبعض الاشياء في التعليق الترحيلات والامور هذه كلها، لو نقول نفس المساعدات، بس هذا الاساس فيه، المساعدات هي اخر شيء في الموضوع، التعليق حقه هو الزبده، عشان كذا هو اسمه تروفي ترك. السعر طبعا هذا 350,000 دولار، قلنا مليون 300 يبدا السعر من هذا، لو واحد يبي نفس الشكل بس اقدر اجيبه له ب 150,000 دولار، يعني تقريبا نص مليون ريال، لكنه 500 حصان التعليق فيه اختلافات. هذا ما قلنا بكم حصان، هذا ما قلنا هذا ما شاء الله تبارك 1000 حصان يا حبيبي والله. شوف عبد الله الحوض هنا باقي جنحان ويطير. طبعا ترى في الواقع ما يتخيلون، توقف هنا انا طولي تقريبا 1.90 متر، ده اوقف جنب الكفر يوصل نصي، يعني ارتفاع متر وشوي، فهذا مو اللي يشيل الوزن هذا. شفتوا الناس كلهم شافوا مقاطعها ورجده في الجروف والردميات والمطاب والنطات، موتر ما يشيل هذا القوه ويصير يطير، يصيرون سرعتهم في البرتر فوق ال 200 في زمن قليل، لان كلها سباقات وما سباقات. شفت تعليقه تحت، شفت المقصات، شفت الترحيل حقه، شوف مقصات كبرق الريح، هذه ترحيلها عادي يوصل متر دخول متر خروج، مو بالسنتيات بالامتار. وش بعد هذا؟ شفت المساعد اللي ورا اللي صورناه في كينج البازوكا؟ ايه تعال اوريك اياه، هو اللي ركب هاي هنا ورا، هذا تاخذ بقطوع مع طبعا. هذا يعتبر عادي، في اشياء انا قد صورتها للشباب امريكا، قد نزلت انت في رابط في شيء داخليتي هنا ابد، كانك راكب طياره، هذه سعرها عاد من نص مليون وطالع، نص مليون دولار ابد، شاشات وشيء خيال. هذا هو بالصبغينه، انا شغلك لا ايه هذا هو ولع كشاف، هذا 4 انش اللي صورناه هناك، 4.5 انش، شوف مكتوب على الجنب يا حبيبي. هنا وش اللي ديترات هذا؟ التبريد، شيء تبريد شواحن، شيء تبريد اي الماكينه قدام، عشان كذا اسمه تروفي. ما في ديفرنس وحديد، شوف الربطات حقته، شوف شكل الدفرنس، تعال صور من ورا عشان يخلقون العمود شارك. عمود الكردان حقه ذا بقيمه خرافيه، شوف شلون الحبال هذه السود الربطات اللي كنها واير، هذا انا اتكلم بشيء عامي عشان تفهمون الفكره بشكل اسرع، هذا هو اللي يمسك الترحيل الدفرنس، يعني تفك اياب تلي ينزل الخروج الكفر ورا، هذول اللي كنا الله الله اي الله الله اي اتحملن هذول اي شوف دبل حاطينه، طبعا هذه هدفها بس في الخروج تمسكه ما يدخل زياده. شوف اللي كنا بستم هناك ابو، شوف ابو راس ابيض طرفان هايته، شوف شو بعد على الدفرنس، تخيل الكفر يدخل لين الدفرنس يدخل لين يضرب في هذا، شوف الحين كم قدامك، ربع متر غير نفس البمب ستوب نفسه كم فيه دخول، يعني تخيل قريب النص متر في الدخول بس، فكيف التعليق وامتصاصه شيء جبار. شغل تكلم عن الفحصان والموتر ما في وزن بدل التعليق، يعني الجير كم تكلفته بس الحاله،
يعطيك العافيه ابو عبد الله. طولنا على الشباب. نبي نطلع الحين من وين؟ من هنا ونحرك وعاد نروح منصه ثانيه. يلا